السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا احمد جويش ودي قناه بروم، واهلا بيكم في فيديو جديد. والنهارده معانا مراجعه مسلسل ويننج تايم ذا رايز اوف ذا ليكرز. فلايك وشير الفيديو لو عجبكم، واللي حابب يشوفني فيديوهات تانية اتاكد ان هو مشترك في القناه ومفعل زر الجرس. يلا بينا نبدا. بينقل لنا المسلسل رحله فريق لوس انجلوس ليكرز، وازاي قدر يوصل للقمه، وازاي قدر ان هو يبقى واحد من اقوى الفرق اللي موجوده في تاريخ كره السله الامريكيه. واقول اجابه معانا وهي القصه. انا شخص ما بحبش كره السله، مفيش بيني وبينها عمار، لا اعرف هي بتتكلم عن ايه ولا الفرق القويه فيها ولا اي حاجه. فان انت بقى تعمل لي مسلسل في الحاجه اللي انا بكرهها وتخليني انا كمشاهد احب المسلسل ده واقول المسلسل ده حلو، ده في حد ذاته قمه النجاح. ان انت تعمل عمل وتخلي الكاره للحاجه اللي انت بتناقشها دي يحب المسلسل اللي انت بتعمله، وده بفضل طريقة سرد القصة اللي كانت حلوة جدا. يعني في ميكس كده اتعمل ما بين الدراما وما بين الكوميديا كان حلو قوي. الدراما بقى المتمثلة في حياة الشخصيات اللي معانا والحاجات اللي بتحصل لهم، وكمان رحلة بقى صعود الفريق ده، طبعا رحلة مش سهلة، رحلة مليانة بالصعاب ومليانة بالتخبطات اللي بتحصل. والجانب الكوميدي فبنشوف ان هما ازاي بقى بيواجهوا الصعوبات دي، بيحاولوا ازاي يتغلبوا عليها. الجانبين دول، الجانب الدرامي والجانب الكوميدي في القصة، كانوا عامل حلو جدا، وعملوا ميكس كده الاتنين مع بعضيهم منع ان يبقى فيه اي نوع من انواع الملل. وطبعا كلما تكون ملم بعالم كرة السلة، لو انت مثلا متابع للدوري الامريكي بتاع كرة السلة، كل ما متعتك هتزيد اكتر بالمسلسل. انا بتكلم في ان انا دلوقتي معرفش اي حاجة عن كرة السلة واستمتعت بالمسلسل، فما بالك اللي عارف واللي متابع واللي بيشوف الحاجات دي، بالنسبة له المسلسل هيبقى عامل ازاي؟ مسلسل طبعا مليان شخصيات، والشخصيات اللي فيه موجودة كتيرة جدا، لكن مع ذلك هو نجح ان هو يقدم الشخصيات بتاعته بطريقة حلوة جدا. يعني كل شخصية قدم لك الدوافع بتاعتها، قدم لك الماضي بتاعها كان عامل ازاي، كل ده في 10 حلقات. فقدم عدد شخصيات كبير جدا، ولكن في نفس الوقت نجح ان هو يوصل لك الشخصية دي هي مين وجات منين ووصلت لفين، في نفس الوقت يعني بدون ان هو نطلع بره النطاق اللي احنا بنتكلم فيه ونطاق الفريق بتاعنا وكده. بس مع عدد الشخصيات اللي انت قدمتها بان انت تمسك لي كل شخصية تجيب لي الماضي بتاعها وتجيب لي ايه اللي وصله للحالة اللي هو فيها دي، لا هنا انا اشيد جدا بالكتابة. الكتابة كانت روعة جدا، سواء على مستوى الاحداث او على مستوى الشخصيات. طبعا القصة اللي موجودة في المسلسل مش الكاملة والحقيقية بدرجة 100%، لا يعني هي الاحداث كلها مستوحاة من القصة الحقيقية، ولكن مع بعض اللمسات اللي ساعدت ان يبقى فيه شوية دراما موجودة في المسلسل. يعني احنا خدنا الواقعة اللي حصلت عموما وحطينا عليها التاتشات بتاعتنا الدرامية علشان تبقى عمل تلفزيوني. والحقيقة ان التاتشات اللي اتحطت دي كانت حاجة رائعة جدا، وخلت ان المسلسل ده هيبقى واحد من افضل المسلسلات او الاعمال اللي اتكلمت عن الرياضة عموما، وهيبقى واحد من افضل المسلسلات اللي كانت موجودة معانا في عام 2022. بالنسبة للسلبيات ففي 3 نقط انا وقفت عندهم. اول حاجة هو تعدد الازمان. طبعا احنا بنتكلم في تقديم الشخصيات، فانا بجيب لك الشخصية دي، بجيب لك حاجة من الماضي بتاعها وحاجة من المستقبل، حاجة من الحاضر. تعدد ازمان كان كتير قوي، ده ممكن يسبب نوع من انواع التوهان، ان انت كمشاهد تتوه، ما تبقاش عارف احنا في اهنه زمن دلوقتي، ولكن مش بالصورة اللي تخليك تمل، او يعني ان انت تحس ان انت خلاص يعني عقلك مبقاش مركز مع المسلسل، لا خالص. ولكن تعدد الازمان ده كان ممكن يتقدم بصورة افضل من كده شوية. تاني حاجة حكايه بقى ان هم دلوقتي فريق سله وبيتمرنوا كده، والمفروض ان احنا بقى عايزين نشوف التمرينات والحاجات اللي بيعملوها لدرجه ان هم يوصلوا ان هم يبقوا ابطال الدوري في كره السله. المرحله دي يمكن ما اتناقشتش بافضل صوره ممكنه، كان عايزين بقى تزود لنا في التمرينات بتاعتهم احنا نشوفهم هم بيتمرنوا ان هم ازاي وصلوا من فريق لا شيء الى القمه. لكن المسلسل ما اهتمش بالحته دي قد كده وما حاولش يعالجها، هو كان يعني منشغل بالصراعات اللي الفريق بيمر بيها والشخصيات واللاعبين، والحاجات اللي هم بيعيشوها والحاجات اللي بتحصل لهم. جزء التمرين ده ما كانش تقريبا في الحسبان. تالت نقطه معانا وهي طبعا العري. يعني امريكا في السبعينات والثمانينات تقريبا ما كانش حد بيحب يلبس هدوم فيها، الناس سداح مداح على العين، فيعني المسلسل للكبار فقط، ويعني انسى بقى اي مشاهدة عائلية وانت بتشوف. نتكلم بقى عن الاخراج، واول حاجة عايز اتكلم عنها وهي التصوير والالوان اللي كانت مستخدمة في المسلسل. الحاجات دي فعلا عيشتنا في اجواء السبعينات والثمانينات والحاجات دي كده. كمان الفواصل اللي كانت بتحصل بين المشاهد، يعني كان في فواصل كرتونية، فواصل تحس ان هو اعلان لحاجة، الحاجات دي برضو ادت طابع كوميدي كان حلو. وكمان بقى طريقة يعني كلام الممثلين مع الكاميرا اللي هو كسر الجدار الرابع ده كان برضو حلو جدا، واضاف قوي للطابع الكوميدي اللي كان موجود معانا في المسلسل.
اخراج هنا عموما كان حلو جدا، كان ممتع قوي. معانا من المخرجين اللي كانوا مشاركين في العمل ادم ماكاي وجونا هيل. ادم ماكاي طبعا العمل ده يعني لمسات كتيرة قوي بتاعت ادم ماكاي موجودة وباينة وواضحة جدا ومستخدمة في المسلسل. نروح لده التمثيل هنا. طبعا احنا معانا كاست كبير قوي ومعانا ممثلين كتير جدا، الحقيقة انا مواجهتش اي مشاكل مع الاداء التمثيلي. الاداء التمثيلي كان رائع من كل الشخصيات، ولكن جون رايلي هنا عمل دور عالي جدا جدا جدا، سواء على مستوى الكوميديا كان حلو قوي وكان متميز في الكوميديا وفي الشخصية بتاعته اللي هو بيعملها، او على مستوى التحولات اللي بتحصل له فجأة. يعني اللي هو راجل هلاس، راجل هلاس وعايش حياته ومقضيها، ولكن في نفس الوقت بيتحول كده، بتحصل تحولات واحيانا بتبقى على حاجات تافهة كانت حلوة جدا، وهو قدر يترجم لنا الانفعالات دي بصورة ولا اروع. بالنسبة لباقي الممثلين ففعليا اي حد شارك في العمل مفيش اي مشكله في كاداء تمثيلي، وخدنا منه الاداء التمثيلي الحلو جدا اللي احنا محتاجينه. مسلسل ويننج تايم تجربه ممتعه جدا جدا، وانا اتمنى ان هو يتجدد لموسم تاني، فعلا تجربه ممتعه جدا. يعني هو ما حببنيش في عالم كره السله الحقيقه، انا ما زلت علاقتي بكره السله زي ما هي، ولكن العمل كتجربه كانت حلوه جدا. و اتش بي او حقيقه ابدعت وما زالت بتبدع السنه دي، مديانا شويه مسلسلات حلوه جدا، ويعني هتاكل الساحة قريب. وبس كده زي ما شاهدين نكون خلص فيديو النهاردة. يا ريت لو عجبكم متنسوناش باللايك وشير لي، واللي حابب يشوفني فيديوهات تانية اتأكد ان هو مشترك في القناة ومفعل زرار الجرس. اشوفكم تاني في فيديوهات جاية كتير ان شاء الله. السلام عليكم.